ما رأيك في مبادرة موهوبون عرب؟ أرى أنها مبادرة موفقة، وهي مبادرة تسلط الضوء على المواهب في الوطن العربي، وهي الوحيدة من نوعها التي تختص في العقول العربية. حدثنا عن حياتك العلمية وبمن تأثرت علميا. أنا طالب في الصف العاشر، أنا بفضل الله متفوق في صفي، وأحرص على أخذ المعلومة من المصادر الموثوقة والكتب، مثل الكتب والمعلمين. هل لديك قصة مع موهبتك؟ لقد كنت طالبا في الصف السادس، وكنت الأول على صفي، فبذلك تم ترشيحي لخوض اختبار القدرات للدخول في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز، وخضعت للاختبار وتفوقت فيه الحمد لله. هل لديك موقف يعبر عن أنك موهوب؟ البارحة كان هناك امتحان في الرياضيات، وأنا الوحيد الذي استطعت أن أحرز العلامة الكاملة بإجابتي على سؤال صعب، وأنا الوحيد الذي أجبت عليه. كيف كان أداؤك لمقياس الموهوبون العرب؟ أجبت على جميع الأسئلة وكان أدائي جيدا. ماذا تتطلع أن يؤثر فيك هذا الاكتشاف؟ أتطلع إلى الوصول لأعلى مراتب العلم. على أي أساس تم ترشيحك من دولتك؟ على أمرين، الأول أنني من مدرسة متميزة وأقراني كلهم متفوقون، والثاني هو أن أدائي كان متميزا في الفترة السابقة رغم الظروف الصعبة التي كنا نمر بها. ماذا يعني لك مشاركتك وترشيحك من دولتك؟ يعني لي الكثير، فأنا لا أمثل نفسي فحسب، بل أمثل دولتي العزيزة ومدرستي الغالية. كيف تحقق رؤية الموهوبون العرب؟ سأحقق رؤية الموهوبون العرب بتمثيل الموهبة في الوطن العربي، وأن أثبت أن الشباب العربي موهوب وواعد. لو تم اكتشافك، ما هي الخطوات القادمة؟ أن أطلب المزيد من العلم، وأحرص على أن أخوض تجارب جديدة لأثبت نفسي مجددا. بعد أن رشحتك دولتك للمشاركة في الموهوبون العرب، ما هي طموحك القادمة؟ طموحي القادم هو أن أستثمر هذا وأصقل موهبتي في تمثيل الأردن وإفادة المجتمع المحلي.